فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نبداو نستقبلوا ضيوفنا او مش ضيوف على محل ولاد الدار المراسلين نتاعنا. البدايه باش نعمل طلع على الساحل وين موجود زميلنا انيس كناني، ونعمل طلع على ثلاثه انديه اللي هما الاتوال، الاتحاد وكذلك هلال الشاب. انيس اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك اسلام، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعي اكسبريس اف ام وين ما كانوا يسمعوا فينا. نعملوا حوصله اسلام على تحذيرات الفرق في الساحل كما كنت تقول للعودة للبطولة. بالنسبة للنجم الساحلي كما تعرفوا كان لعب برشا ماتشوات أميكال، المدرب نوفل شبيل اللي ساعده محمد علي نفخة وشكري عيسى كانوا كما قلنا أجروا العديد والعديد من المقابلات الودية. النجم كان ربح سياسات في حمام سوسة 2-1 وتعادل كيف كيف في حمام بورقيبة مع مستقبل سليمان 1-1، كيف كيف زاد تعادل غاديكا مع حمام لمفة 2-2. ايضا النجم الساحلي تعادل مع الشابه في القلعه الصغيره في ملعب القلعه الصغيره 2-2، وفي الشابه كان زوز ماتشوات للنجم الساحلي مع الشابه، واحد في الشابه كانوا فيها 3-3، وفي ملعب مصطفى بن جنات ومع الاتحاد الريالي المونستيري في ملعب مصطفى بن جنات كانت وفات البارتي 2-2. وكما تعرف اسلام اخر ماتش لعبته للنجم الساحلي أميكال هو كان ضد الإفريقي، لكن موش ماتش كامل، شطر ماتش مقابلة كما تعرفوا كانت توقفت في نهاية شوط الأول. البارتي هذه كانت في ملعب أبو علي الأحوار حمام سوسة، وقتها النتيجة كانت 0-0. الجدير بالذكر إسلام كونه الامتياز في كل المقابلات هذه يرجع بصراحة لزوز ملاعبية اللي هما سجلوا جل الأهداف اللي سجلت في المقابلات الودية، ونقصد الإيفواري كوليبالي وأيضا الجزائري رضوان زردوم. هذا زوز ملاعبية عنده مستقبل كبير مع النجم الرياضي الساحلي. من نجم الساحلي اسلام نمشيو للاتحاد الرياضي المنستيري. قبل ما نمشيو للمنستيري خلينا نقعدوا شويه في الاتوال ناخذوا شويه اخبار روجينو لومير، توضحت شي الامور وقت اللي يجي ان شاء الله. اخر تصريحات رضا شرف الدين، شوف هي في الكواليس اسلام، في الكواليس نحكي في العائله نتاع النجم يقولوا اللي لومير ما يجي، لكن تصريح رضا شرف الدين البارح يقول كونه فما تعرض الإصابة روجي لومير هي اللي منعته من القدوم لتونس، وزاد كيف كيف كما تعرف ناس كل الكورونا والخوف من الكورونا، ما جات ناس خايفة من الكورونا على كل الأيام القادمة هي من شأنها. ولو أنه بغض النظر على كلام رضا لومير في الإطوال ولا لا، ولو أنه بغض النظر على كلام الدكتور رضا شرف الدين، فهل في جوهر هكا ما يشغل؟ قال لومير باش يجي ظهر لي وتعرض للاصابه، فانه عطى برشا مرات عطى الكلمه وباش يجي وما جاش. نشوف المره هذه. شوف يا اسلام، هو تعرف الاشكال ديما راهو مع النجم الساحلي خاصه لومير، المدرب لومير ديما زوجته وبنته هما اللي حدوا مصير لومير في النجم الساحلي. كنا نعرفوا كوني زوجه لومير وبنته يحبوا يعيشوا في سوسه، لكن خاصة البنية بنته هي تحب تعيش في، لكن مرته ساعات تطلع بالطلعات نتاعها كما نقولوا احنا، تحب ترجع فهمتني حدا عائلتها وتحب تقعد قريبة برشا حدا عائلتها. هذاك علاش هو يكون السبب اللي يخلي لومير ديما ما يكونش عنده كلمة مع النجم الساحلي. لكن الأكيد بكونه رضا شرف الدين يقول معناتها لومير يمكن تعرض الإصابة هذه اللي منعته من القدوم لسوسة، هي الحكايه الكل متعلقه يمكن زاد حتى بعض جزئيات التفيفه نقولوا احنا الشهريه وبعض الاموال اللي قاعد نتخلد بنجم هذا الساحلي الفائت كومير. على كل كما قلت لك موضوع من المتابعه ولا محاله. فما شكون ايضا انيس يخاوف فيه، حتى هو فما كلموه تعرف ولد الحلال برشا كلموها ايضا خاوفوا من سيتياسيون نتاعيتو الملاعبيه مش خالصه جرافيت هذا خلوه متردد زاد هو. هذاك علاش هو لومير قاعد متخوف من الحكايه هذه. سيتياسيون نتاع الخلاصات مش في فريق كره قدم بركه كما تعرفوا، المشاكل في فريق كره اليد اليوم ديجا قابلت انا وكمال عقاب المدرب نتاع النجم الساحلي في كره اليد، معناتها الفريق الكل معناتها مختلف فروعه واصنافه يعيش برشا مشاكل ماديه، ومش كان النجم الساحلي ظهر لي اسلام، ظهر لي جول الفرق التونسيه قاعده تعيش في ظروف ماديه صعيبه برشا خاصه بعد ازمه كورونا. زيد اللعب خارج الاراضي، احنا نقولوا خارج الميدان اللي كما تعرف الكل معناتها الملعب الاولمبي بسوسه قاعدين يحضروا فيه، قاعد في حله جديده ان شاء الله نشوفوه قريب. كانت وقفه الاشغال منذ مده كما تعرفوا سبب كانوا المهندس المشرف على الاشغال في الملعب ما تحصلش على مستحقاته، لكن
اخيرا تم تطويق المشكل هذا والعوده للاشغال ان شاء الله بعد العيد باش يرجع الملعب الاولمبي بسوسه ترجع الاشغال فيه. اللي حسب ما شفت انا بريسك ديما نشوف الاشغال ما عادش برشا حاجات يمكن نوصل 60% 70% هو كان معنا هو كان معنا نيس تبعني الموضوع بالباهي كان معنا رئيس لجنه الشباب والرياضه بلديه سوسه وكان اكد انه تقريبا وصلوا 40% تقريبا مع موفى السنه القادمه ان شاء الله يكون جاهز الملعب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون الملعب الاولمبي جاهز لي مش مقابلات لطول بركه حتى الفريق الوطني بتاعنا ينجم يشغل الملعب الاولمبي بسوسه وكما تعرف جماهير الساحل ما تعادش المقابلات المنتخب الوطني كان شفته كما شفته في المستير ايضا في سوسه ان شاء الله اولمبي سوسه يكون حاضر في حاله جديده لمقابلات نجم الساحل وايضا مقابلات فريقنا الوطني ان شاء الله نشوفه الملاعب الاخرين زادة في حاله جديده كما ملعب الساقف كما وغيره من الملاعب نمشيو المستير اسلام اي تفضل خويا نمشيو المستير. المستير ما لعبتش برشا ماتشات راهو ميكال في التحضيرات نتاعها فما ثلاثة ماتشات برك اليوم واحد كونتر نجم الساحلي كانوا فيها 2-2 كيف كيف زادة لعبت ماتش كونتر ساتونيزيا كانوا فيها 2-2 واخر ماتش كان مع تتاوين 2-1 انتصرت فيه الاتحاد الرياضي المونستيري. باش نمشيو للمهدية. المهدي هي الشاب المدرب تاعو برتران مارشون يساعده كما نعرفوا الكل توفيق زعبوب الاسماء ملامعه واسماء معروفه واسماء اشرفت على العديد من الفرق في الخليج في تونس وخاصه توفيق زعبوب اللي ولد النجم الساحلي ايضا برتران مارشون اللي كان درب النجم الساحلي. هلال الشاب فما ثلاثه مقابلات وديه زوز مع الاتوال وزوز وفاو بالتعادل واحده 3-3 ومقابله 2-2 ومقابله مع النجم المتلاوي كانت وفات بالتعادل السلبي 0-0 وفريق اخر هو ساعد جديد للنخبه مستقبل الرجيش اللي مستقبل الرجيش باش تنطلقوا في التدريبات نهار 4 اوت مستقبل الرجيش الى حد الان ما عندوش مدرب يدرب فيه المدرب مساعد شوقي الزبيدي وكانت الاتصالات مع حسن القاسي والمفاهمه كانت مع حسن القاسي والاتفاق تم معاه لكن حسن القاسي خير يتحول للسعوديه للخليج وربي يوفقه الى كما قلنا لحد الان مستقبل الرجيش بدون مدرب ويبحث عن مدرب المستقبل الرجيش لعب ثلاثة مقابلات زادة كيف كيف تحضيرية ضد الترجي كانت خسرت مستقبل الرجيش 4-1 كونتر ليتوال زادة كيف كيف 4-1 للنجم الساحلي و 2-1 للاتحاد بنقردان قدام مستقبل الرجيش وجدير بالذكر استلام مستقبل الرجيش عنده زوز انتدابات من العيار الثقيل من الكوت ديفوار فما مدافع وفما مهاجم سيلفي وكومي هذه اخبار الفرق في جهه الساحل ولو انه سوسه ولايه مستير والمهديه ولو انه مستقبل قابلوا في العوده في اجواء الملاعب ولو انه مستقبل الجيش حبيت نحكيو عليه باكثر بطنيه باكثر انيس مع عوده البطوله حابين نحكيو على الفرق اللي باش تلعب الويكاند هذا اكثر معناها فهمت بالنسبه للشاب انيس انت قريب غادي فماش تخوفات شويه من المشاكل بين الجامعه ولا والشاب خصوصا تحكيميا من ناحيه تاثر عليهم في الفريق غادي والله حسب التصريحات نتاع المسؤولين يقولوا كونه الامور 5-0 معناتها تم فض الاشكال والتخوفات شوف هي شوف راهو في الفتره هذه اسلام الفرق الكل يلزمها معناتها تعطي الاسواق نتاعها الفرق الكل يلزمها تقدم التحفظات نتاعها في جميع المجالات لكن ديما تبقى معناتها الروح الرياضيه هي سيده الميدان خاصه كما تعرف بعد الاشكال اللي صار الكبير مع الجامعه انا ما نتصورش بكونه هلال الشاب باش يتاثر سوى بالحوايج هذه خاصه وقت اللي نقولوا فما مدرب كيما برتران مارشون ومساعده توفيق زعبوب اللي خاصه يلعب برشا توفيق زعبوب على الجانب النفسي للملاعبيه وشفنا الحاجه هذه خاصه كي كان في النجم الساحلي شفناها زاد مع توفيق زعبوب في الخليج كي كان يدرب ديما المدرب والمدرب مساعد يحاولوا باش يخليوا ديما الجوارات نتاعهم سور تيران يعطيو الكره يعطيو معناتها ما عندهم في الكره وما يتاثروش لا بالتحكيم الحساسية عكس المسؤولين اللي يقعدوا ديما هما متخوفين من نقولوا احنا من التحكيم خاصه بعد المشاكل الاخيره اللي صارت اللي نعرفوها الناس كل هي للشاب. عندك شي فكره على التشكيلات انيس؟ لا شيء تشكيلات بالنسبه للتشكيلات صعيب برشا توا باش تعرفها بالضبط خاصة وقت اللي تكون مع برتران مارشون وتشوف الحصص التدريبية نتاعو اسلام راهو من قبل حتى مع برتران في ليتوال ولا ديما التشكيلة يخليها قبل بنهار وما يذويش احنا نقولوا يشارك الملاعبين الكل لكن تبقى ديما واضحة التشكيلة الأساسية للفرق اللي تعتبر كبرى كما
الى الشاب اللي باعوا ذراع كما قلنا خاصه في الصعود نتاعو الاخير للنخبه، وايضا من خلال الاداء نتاع الملاعبيه نتاعو اللي شفناه في جل المقابلات. ما فيش يخبي به بالنسبه لنوف الاشبيل ولسعد جرد، عندك شي فكره كيف كيف؟ شوف اسلام، بالنسبه للنجم الساحلي خاصه بعد الاستغناء على العديد من اللاعبين في النجم الساحلي، وخاصه الاختيار لرئيس النادي سيدي الله شرف الدين اللي يحب معناتها ولا قاعد يقوم بعمليه تشويب، خاصه كنا تابعنا دنيرمو معك اسلام في الحصه نتاعك، كونه النجم الساحلي قاعد يخدم على 5 سنين اخرين قدام للمئويه، قاعد يحضر في جيل جديد، لكن تبقى التشكيله اللي باش يتم الاعتماد عليها نوف الشبير من طرف نوف الشبير ومساعده محمد علي نفع وايضا شكري ياسر، تبقى ديما التشكيله المتشبعه اكثر بالكره، خاصه اللي تبقاو مجورات وبطبيعه فما اسماء اخرى معناتها قاعده تخرج من الاسبوار نتاع الفريق. اسماء هذه بصراحه اسلام تحس اللي مدرسه النجم الساحلي رجعت للعادات نتاعها ورجعت لتكوين الشبان اللي هما كانوا وصلوا النجم الساحلي كاس كوس افريقيه وهم اللي هزوا امجاد النجم الساحلي. واضح هذيك الساحة. شكرا لك انيس كناني على الحوصله اللي عملتها لنا، ولو توضيح محمد علي نفخه هو مرافق الفريق الكبير في النجم الساحلي ماهوش مدرب مساعد. شكرا لك انيس على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها. موسيقى بعد المواصلين في بلاي حتى للخمسه.